بسم الله الرحمن الرحيم. شنتي أكتوبر لبكون صدح يلباتن. وحنجونا تلسك عيدك بوليسك الصوماليات هالكاس. وعن رملنا وربحين كوبان وفافحصن كسرنا شعبك الصوماليات. كله قام جودها مقالة عاصمة داي نواحي جيدة يجود هانتر كوبان. يشعبك الصوماليات ودافع عالم كرة دغاني وجدان لا السودان وحضرك كدعية. تدري لباتن كبيش سبتمبر لبكون صدح يلباتن. أي دقمدة كاران خوارجتو وحي مينة ديمش مينة نوع ديمش كاليرادو واحد باتا عرهين لكن دوق مينة له أي ديجين قري قف مزول كاهجري مام وقرد برادر وقدومي كوهرين كاهجري دقمدة قري قاسو كويا لواحد حنارو أي مينة نوع ديمش كاه ديجين مينة واسو قرحضي يوحق سارا جيسنين حصي الشيء عيمة أمانك وقوبتك هالقلي وحا قولي هي خوارجتها أو ماشي من الصور اللي جاي كبحسين. وربحين تن عن وحي تحرى عيسى دعى راس أو دعى ذي تدبي لباتن كبش سبتمبر لكن صدح لباتن إلا تدبي لاتك سبتمبر إلا بات دعى ذي كبحي كود أبوه وين كدعى جدها من الله عاصم الله ملكا أيام ملكا مدك الوضع بكم دقمده هولداك دقمدة هولاء جارهان واحد عرته سجل لاتن كي بيشي سبتمبر لبكون صدح إلى لاتن أيها شيل جاري أو صوبي دمشي ذا ويلير أو تدب جري ها لقوم قاعد بجري حسن إبراهيم حسين جاري قاس وبي على ها أيها دري ويل قاس أيها قاس سليم قام عيد كبوليس ك سليم كبوليس كدقمدة كاران أو قبط كوب حيا قعنت كل جاري جي ذي سنه جاري جاودي سنو الله هيا أو قعنت الله هيا ونحرية صدق كي بيشي سبتمبر لبكون سجل لاتن أيها عيد كبوليس ك يعيد ماذا كله هو أنت هيك شقي سامنك عاصمة ده يقول ريان عيدك بوليسية من لطارة عيدك بوليس كصوماليات يعيدك هيدنا مسجد يشردون كقرن كصوماليات هول قلا إسكاشي هيك سمعين مقالة عاصمة ده موضوع شو كارهان دك ماذا وردي وبري أي قعدت لو قصور دقي لا أفرتني صدق ده لا غمر نوع غمر ده تاس أو كجرتي نوع اللي غنوبير تاس وكجرت دروين يا قصع سكجرتي هل كان صار قلك عينك قعدت كسر دقيين مندوري هاس قعدت على قول دقي سجنا سجى إيو عدي إسكال هيد بعينك قعدت كل دقيين وحنا نور جيني محكمة داود ولا سي عدالة الله وافتشي كودي أكتوبر لما كن صدح إلى باتن أبارة شمتي يس كنت دقيقة أما لحدي أو ترد غير دمن أي واحد هو بيار كسر دقيين حافظة تربوش واحد تم عدة وحنا قصارك كسر جاري لما قويش مواطنين سومالي وهل كان دقنا أي قصارك كسر جاري قصارها سو سو جرا دعوعيو لا أفرق فوقهم راح يفرق هي دعوعي سو كسو جارين دعوعي راس هي وحاسب بيهوبية جنتال معملها خوارج في سوق وتشجع مسوا ولا تشو يسند الدقول وده جر هي كود أكتوبر لو كم صدق هلا بعطهم وحاجة عن تلو جوس صور دقي إذا سنة كتر سن بوليس كدول الدقول يتكهير شباب اللي عبد القادر محمد أفرح أو هافر هي حبس بوليس كدقمة بلد ويني كاس أو محابيس كبحثتي درتيس وكسو بحثتي دقمدة بلده وينو كنصو دوما لسنة مقالة موضوشو قعان صار يسكاشي عيدة كبوليس كلابدي سهر كده حيا بوليس كدوردها حمناها كدورد فدرالكا عيدة كبوليس كفدرالكا صوماليات ايا اسكاشي قاس يحوغاس اللي بسويدة رسدي قعانتا لقو ديقي إساقنا ماانتا واقع إذا سنة وحنو كتشرا قعانتا عيدة أمانكا قارهان عيدة كبوليس كصوماليات سيعد دارد الوافتشي صدح أكتوبر لباكم صدح لباتن قارهان دقمدة وابري لانت خورسيت ايا ساعدنا مركا يا هيد سديدي ترانكي أما سديدي ترانكي في دماغ مغرب كي أي قف مواطن صومالي هذا وحوك صور دعي دبخ ودسمو معايا هيد كشقيني مرغمال ودسمو كشقيني مواطن كهلكا كنا فواي إسقى إيو مامل كي قبت مش كشقيني عيدك بوليس وقعدت كل جين والله حري إسقى بروسيس كودي هلكا أيو مرة يا قف كي مواطن كها دمدينا دت كيس دنتينا دت كيس الورة دي رير كيسي كدبنا وحال جرسي والله عسي حسيا شيء دت كي اسمها هي مسؤولية كلها دمانتو عيد كبوليس كوحوة في جهة براعة دتك دعوين كوي كده عانا مدرسة ناشا الله وفجيو هسيا شيء قويس ك مرحوم كو قد انتي هي دتك ايا اسار كي مادة ما وحا اسانا ينفلو قطة لقالي او شلحان وقودعي هالكاس ايا محكمة دا اسلا جريان او هالكاس ايا دعوين دي كدن بيسا شمتي اكتوبر لبكن صدح يلاباتن و حالي أي مواطن صوماليات وكسو عوضي لما كان قابل سجال سجال حول وصوع عيدك بوليس كصوماليات هناك عوضي إن دب
مرحبها دد أي موبايل كبعام وهيب تودا وسن قار هان وقرنين لكن مركي وقفك أركي عيدك بوليسك أو قابط كوب حي جور من دوف دي وقفك دبناها ها يا كورتجي قلادي كوادا سند بر عند مذا فلتن يا رصاص ليس دافصي أي كبر شيء دك مذاس ودجر قار هان تقول تقول إذا النعيم هالكاس أي رصاص ليس دافصي أي كل إنتين لبك مذا إذا سنياشي كوادا سنا فلك بر عند مذا وقفك موادك وكسع عودي كوي كلاتنا ويبحسين يجنا والجرة توجا ما داما أي للرومانيين بقال المغشاي سبنا كوكو بحنا يجنا عدالة يا الله وافتشين دونا وها أنت دير إن أسبوع عيد تجي أن عيدك بوليسك سما الجارهان عيدك إلى هذا حيبه وصو صاري وصحافات يا أوامير سجد أمني حيبها ذلك جارهان كو كتة سن بقال العاصمة ده مغدشو اللي هو طلق جاي اللي هو حق اللي هو حق يجيو أمني مواطنين تصومار ده كل مجال العاصمة ده مغدشو ما ده ما ذلك أقول إنه قصة عضو حول قال له قلنا ده قال لهم يا قوارض تلقونا عرفت ريو سلاس دراد وعن شرج رائد أما وصحافات تلسك عيدك بوليسك سما الجارهان كسر بحاي أياسفة فحصل له وش يجي ملكي لياش دومها إن غورياشا iyo dadka ka ganacsada kalluumaysigu in ay u hoggaansamaan faritaanada ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed badama ay waajib tahay suugista amniga iyo kala dambeynta badqabka umada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimada guud ahaan umada Soomaaliyeed warbixintaas sidii ahayd ayay dadka ula falgaleen waagu mahadcelinaynaa in awaamirta ciidanka sidii ay ahayd iyada oo barax la dadku ay u fuliyeen sidii loogu talagalay sida kale maamul goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan buule burdo ayaa 27kii buule burdo ayaa 27kii September khawaarishtu waxay la soo aadeen gaari qarax ah oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dad jacaba Soomaaliyeed ciidamada amniga oo ka hortagay ayaa gaarigii ka hortagay halkaas gaarigii ku qarxay wuxuuna gaarsiiyay dhimashada wuxuu reebay dhimashada ilaa 10 qof iyo dhaawac 15 kale oo dhamaantood u badnaa ciidamada amniga oo ka hortagay gaariga si uu san dadkii shacabka ahaa iyo goobii bartaadka ku ahaa u gaarin kaasina wuxuu dhacday ugu weynayd ayay ahayd oo ka dhacday dowlad goboleedka Hirshabeelle ilaa iyo taariikhdaas dhanka kale degmada Doolow ee gobolka Gedo gaar ahaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen gaari hoomi ah oo waday warxaha qarxa iyo ugu yaraan 4000 oo rasaasta qoriga BKM ka leeyraado kaasoo la aaminsan yahay in qawaarishtu ay u diyaarinaysay in ay goob ku weeraraan ama ay dhibaato ku geystaan ku dhibaatay dadka masaafirka ah iyo umad Soomaaliyeed waxba ka galabsanin ciidanka saldhiga booliska degmada Doolow ayaa ka hortagay gacantana ku dhigay eedaysanayaashii eedaysanayii gaariga wootay iyo kuwii kale oo la xariireen dhamaantood gacan ayaa lagu hayaa maxkamadda awoodda u lahayna loo soo bandhigi koona sida kale guud ahaan dalka waxa ka socda hawlgallo ay ciidanka booliska Soomaaliyeed booliska federaalka iyo booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay wadaan kaas oo looga gool leeyahay in lagu xaqiijiyo amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada iyo degmooyinka dalka si muwaadiniinta Soomaaliyeed amnigooda loo xaqiijiyo oo loo ilaaliyo naftooda iyo maalkooda maadaama sugista amniga gudaha uu yahay waajibaadka ama mandate-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed dhanka kale hawlgallada ka socda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ay wadaan oo lagu dagaalamayo ama lagu ciribtiray qawaarishta waxaa sidaas oo kale ka barbar dagaalamaya oo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo furmaha ku jira ciidanka daraawishta booliska Soomaaliyeed oo guud ahaan dagaalka ku jira gaar ahaan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ay cadad ciidanka booliska Soomaaliyeed daraawishta ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka galbeedba ay qayb ka yihiin oo dagaalamayaan meel kasta oo wadaadka qaranka lagu fulinayo difaaca waayaha qaranka ciidanka booliska oo qayb la xabla ka qaato waxaa ku soo gabagabeynaynaa maanta 5 Oktoobar 2023 ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu shir gudoomiyay shirka taliyaasha hoggaamada shirka khamiislaha ee taliyaasha hoggaamada iyo fadhiyada taliyaasha fadhiga hoggaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed kaasoo ujeedada loo gol lahaa ay ahayd in ciidanka booliska Soomaaliyeed shirkooda khamiislaha lagu gaarsiiyo faritaanada awaamirta ee siyaasada dawladda ka soo baxda isla markaana ay tahay sida ciidanka booliska Soomaaliyeed u dardargelin lahaa qodobada iyo howlaha shaqo ee hortabinta oo la horyaalla ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa shirka laga xusay in ciidanka booliska Soomaaliyeed uu diyaar garow hoogan ugu jiro fulinta qorshayaasha qaranka ugu horeeyaan transitional baranka ama qorshaha kala guurka ee qorshaha wajiga labaad ee dalka looga horeynayo qawaarista oo ciidanka booliska Soomaaliyeed uu u diyaarsan yahay inuu qaybtiisa lixaad leh uga soo aado oo ka qaato
sidoo kale toddi waxa bay ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu sameeyay ayaa iyaduna qayb ka ahayd ugu horeeyay dhibaateynta sharciyada iyo xeerarka ciidanka booliska Soomaaliya bacdama sharciga dhismaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo xeerarka ciidanka booliska Soomaaliya ayagaba dib u habeyn lagu sameeyay sharci number 23 December 1972 iyo xeer number 14 January 1973 oo ah xeerarka iyo shuruudaha ciidanka booliska ku shaqeeyo ayagana dib u habeyn lagu sameeyay sidaas oo kale to waxa meel fiican maraya oo dib u habeyn lagu sameeyay xeerka nabadgelyada wadooyinka oo ku shaqeeyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ama traffic loo yaqaano oo iyaguna ah sharci ay ku shaqeeyeen ciidanka booliska Soomaaliyeed oo asagana dib u habeyn lagu sameeyay sidaas oo kale to waxa dib u habeyn guud ku socota dhismaha iyo mandate-ka ama habraacyada uu ku shaqeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah waajibaad guud waxa socda dib u dhis ama dib u habeyn guud oo ciidanka booliska dhamaad ku socota haday noqon lahayd xubnaha cusub ee ciidanka oo la qaadanaya oo loo qaaday kursooyin dibadda ah oo loo qaaday dalalka Soomaaliya saaxiibka la ah si kursooyin leeli sarkaal ay u soo qaataan iyo takhasusaad gooni ah sidoo kale to waxa shirka laga xusay wajiga labaad ee sifeynta qawaarijta ama xiritaanka qawaarijta sida ciidanka booliska Soomaaliyeed diyaar ugu yahay gaar ahaan ciidanka daraawiishta booliska Soomaaliyeed oo qaybtooda libaaxa leh inay ka qaadato diyaar u ah.